يمكن الرقم بالحالة ناموس للأمانة. 2-2-2 علي حمد القريصي من الأسماء أيضا الكبيرة، واللي شفنا مشاركته، شفنا تواجده وشفنا حضوره القوي، استهدافه للأصايل بأكثر من شوط مشارك فيه. علي ابن حمد القريصي جاي ابن مصيحة، اللي أبوها مصيحان، ولد مصيحان زايد، وأمها القحدة تلاد هي وأمها وجدتها، بعد ما راح نبالغ إذا قلنا جدتها، حصل طبعا على مركز ثاني، على مركز ثالث، على مركز رابع وخامس في الضفرة، وسادس أيضا في الضفرة، متوارثة طبعا بنات الكحيد والسعدة، صاحبة الرقم المميز 3-2 222، وهي طبعا من البقار المرشحة اللي عليها كلام واللي لها حضور واللي لها تواجد، اللي نتمنى التوفيق لمالكها علي ابن حمد القريصي الحاضر بقوة واللي مستهدف الشوط، واللي نتمنى له التوفيق. زلزلة يا زلزلة، زلزلة يا زلزلة، ماذا تريد أن تقول زلزلة في هذا الحضور؟ ماذا ستقول زلزلة في هذا التواجد؟ نتأكد من زلزلة. زلزلة 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 تحمل الرقم 210، ذات اللون السحمة، يعني أبوها ولد صوغان وأمها بنت ظبيان مشترى، حاصلة على المركز السابع في الظفرة. إذن صاحبة إنجازات، الآن اختيرت من ضمن العشر للمنافسة وللتحكيم. نتوقع إن شاء الله أن يكون لهذه الأسماء تواجد وحضور قوي في هذا المهرجان، مهرجان جزيلات العطاء. ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله، على هالحضور القوي، على هالتواجد الأقوى، هالفرديات التي تتنافس فيما بينها لإحراز اللقب. راعي الهقوة وراعي هقاوي اللي حاضر واللي جايب، ما شاء الله تبارك الرحمن، هقاوي اللي تحمل الرقم 207 فهد ابن بداح، حاضر طبعا في هذا الشوط في هقاوي. هقاوي طبعا بن جمال.